أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة في تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمدن الجديدة، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الإسكان ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شدد السيسي على أهمية مساهمة هذه المشروعات في توفير مستوى معيشة لائق للمواطنين. هذا وقد ناقش الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية، وأيضا بناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليارات دولار خلال 5 سنوات المقبلة.